اولا تنحمد الله ونشكره على هاد الثلاثه النقاط اللي كنا محتاجين لها بواحد الالحاح. ربي يسر لنا وخديناها، خرجنا من واحد المأزق، واحد عنق الزجاجه. الماتش ديال الكاك كنا في مستوى، كنا ناقصين عدديا من تقريبا من 4 ساعة الاولى، ما قدرناش نجيريو الماتش، ولكن مع ذلك وصلنا ودرنا دي زوكازيون بزاف، ما تيسرش لنا ووقع لنا واحد الضغط بحكم الفراق اللي تحت منا ربحوا، كان عندنا واحد الضغط. الحمد لله اليوم هذاك البال اللي خسرنا في الكاك عوضناه اليوم بفضل الله عز وجل، ثم مجهود ديال هاد اللاعبين اللي تنشكرهم من اعماق القلب. الحمد لله، كان عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، في خير كثير. هذيك الخساره بينات مجموعه من الاشياء اللي وسط الجروب ديالنا. الحمد لله تميز الخبيث من الطيب، الحمد لله الطيب راه بقى، الخبيث راه مشى. نشكر الله عز وجل انه بين لنا شحال من حاجه في الجروب ديالنا. الخساره ديما راه ماشي نهايه العالم، الخساره وارده في كره القدم. نطلب من المكتب يصبر عليا شويه، رانا خدام ان شاء الله، وعندنا من الامكانيات اننا نتسلقوا المراتب. خصنا اي شويه ديال الامكانيات يوفروا منا، راه دابا الكره راه عندهم، خصهم يشوفوا الامكانيات الماديه هي اللي تدير الفرق. تنتمنى انهم يشوفوا من حال هاد الوليدات ويشوفوا من حال المنحه ديال الجامعه راه تعطلات بزاف. تنتمنى من المسؤولين ديال الجامعه هما يشوفوا من حال هاد الهوات، راه كاين المعاناه بحكم لي كونطرا اللي دايرين، كونطرا ماشي بروفيسيونيل، كونطرا ديال الهوات راه بوحدهم باقي في قسم النخبه، واخا يتعطلوا راه عندهم مستشهرين، عندهم كونطرات زايدين في المستوى، ممكن يجري اموره اليوميه. حنا راه ما داكشي كما تيقول مياوم، داكشي اللي تيدخل في النهار هو اللي تيجري به اموره، العائلات وبزاف ديال الحوايج. تنتمنى ان الانسان والناس ديال المدينه يحاولوا يوفروا لنا ماشي القدر الكافي، اقل منه، غير نجيريو بامورنا، حيت راه الكره دابا ولات تحتاج شويه ديال الفلوس بالنسبه للمواد ديال التغذيه اللي تحتاجها اللعاب، لا لي مويان دي ريكيبيراسيون اللي تحتاجها اللعاب راه تحتاج فلوس. تنتمنى ان الناس يشوفوا من حال هاد الوليدات، وشكرا لكم على التتبع ديالكم والهم ديالكم معنا، رافدين معنا الهم وغادين معنا فيما مشينا. تنشكركم بزاف، الحمد لله ربي عطانا هاد 3 بوان، تنشكروه وتنتمناو المزيد في المقابلات الجايه، وتنتمنى لكم انتم الاستمراريه والتالق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنحيي جميع اللاعبين على المجهود البدني اللي قاموا به والتقني والتكتيكي، كنحيي الستاف التكنيك اللي كان تحت واحد الضغط كبير هذا الاسبوع هذا بما فيه بعض اللاعبين، بالرغم من ان كانوا مشاكل داخليه، فالدراري بقاو محافظين على التركيز ديالهم وجرينا الماتش كيف ما بغينا. داكشي اللي تاثى لينا اللي عطانا داك الهدف في داك الوقت اللي حنا كنا محتاجينه فيه، بقينا صابرين، جاب ربي التيسير، هذا هو اللي كنا كنتمناوه من بعد النتائج اللي كانت داخل الميدان. فبعد الهزيمه وتعادل، فالحمد لله أتى الفوز اليوم، فهذه نتيجه ماشي غريبه علينا ولا مفاجئه، فهذا الواقع ديالنا بان في مباراه نادي المكناسي. غير اللي كنتمنى هو ان يكون واحد احترام الاختصاص، كل واحد يحترم الاختصاص ديالو. ما بغيتش ندخل في الحيتيات، الحمد لله هذا الفوز هذا غادي نطفاو به هذا الغضب اللي كان هذه السيمانه هذه، مشكل داخلي، وغادي نكملوا على العمل ديالنا ان شاء الله. وهذا الفريق راه لا خوف عليه، راه غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله هذا الموسم، بشرط ان الامور تمشي في المسار ديالها وكل واحد يحترم الاختصاص ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.